رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. لملس يدشن برنامجه للعام الجديد بنزول ميداني إلى مديريتي خورمكسر وصيرة. محافظ حضرموت يتفقد الأعمال الإنشائية بالمبنى التجاري بالمؤسسة الاقتصادية بالمكلا والتحضيرات للمعرض الرمضاني. من مبنى تلفزيون حضرموت بالمكلا نرحب بكم في نشرة العاشرة، والبداية مع خبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور أشرف محمد العليمي الذي استقبل اليوم الأحد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي. اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والأفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات. كما بحث اللقاء في التطورات اليمنية ومستجدات المساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على الجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام في اليمن. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة للمساعي الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وصولا إلى تحقيق السلام الشامل ودولة المواطنة المتساوية التي يستحقها جميع اليمنيين. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة عبده شريف. اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات المحلية، بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والمرجعيات المتفق عليها. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والانفتاح على المبادرات كافة التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد فخامة الرئيس أن تأمين حركة التجارة العالمية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي. ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعا لهيئة رئاسة المجلس ناقشت خلالها جملة من الموضوعات على جدول أعمالها بحضور نائبي رئيس المجلس الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي أمر. هيئة رئاسة المجلس استعرضت الأوضاع السياسية في البلاد في ضوء العملية العسكرية التي جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الملاحة الدولية وتهديد وسلامتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وفي تخادم واضح مع النظام الإيراني وأهدافه في المنطقة. وثمنت هيئة رئاسة المجلس جهود فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس في تعاطيهم مع مستجدات الأوضاع الحرجة في اليمن مشيدة بمواقف الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعمهم للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا ومساندة الشرعية. وحملت هيئة رئاسة مجلس الشورى ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية ما يحدث في اليمن، وأن جذر المشكلة الحالية تعود إلى التساهل الدولي إزاء العدوان الحوثي على الشعب اليمني وشرعيته الوطنية صاحبة الحق السيادي في الدفاع عن الممر المائي والسواحل اليمنية. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبده شريف تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة. بن مبارك تطرق في هذا اللقاء إلى تداعيات عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة فرض وقف إطلاق النار
والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للقطاع المحاصر من دون أي شروط. وأوضح بن مبارك أن ميليشيا الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع قضية فلسطين العادلة للقيام بأعمال دعائية ومضللة من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر. من جانبها جددت السفيرة البريطانية موقف بلادها الداعمة لأمن اليمن واستقراره، واستعرضت موقف بلادها تجاه حرية الملاحة في البحر الأحمر. إلى عدن، حيث باشر وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس اليوم برنامجه للعام الجديد 2024 بنزول ميداني إلى مديريتي خورمكسر وصيرة. لملس اطلع على خطة عمل صندوق النظافة والتحسين للعام الجديد وعملية تحصيل الإيرادات في صندوق النظافة بعد ربطه بالنافذة الإلكترونية الموحدة عبر مركز تنمية الإيرادات، مؤكدا ضرورة ترجمة الخطة إلى خطوات عملية يلمسها المواطن على أرض الواقع. وفي إطار نزوله إلى مديرية صيرة، اطلع لملس على سير العمل في حديقة النافورة التي تنفذها مجموعة هائل صعيد دعما للسلطة المحلية بالمديرية، وفي إطار استراتيجية قيادة المحافظة لتوسيع نطاق الحدائق والمتنفسات وتعددها، مشيدا بمستوى الإنجاز وجودته والملحقات الترفيهية والخدمية. رفع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي أصدق التعازي لمدير إدارة شرطة السير بمديرية حريضة العقيد غازي العطاس بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده محسن عبد الله بن عمر العطاس. وتقدم المحافظ بالتعازي لأسرة الفقيد وذويه سائلا المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي اليوم بالمكلا رؤساء النيابات بالمحافظة، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية ممثلة بالنيابة العامة لتطبيق العدالة. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز دور النيابات في مكافحة الفساد وحل المشكلات من خلال سرعة إنجاز القضايا وتحويلها إلى المحاكم، بما يسهم في تحقيق العدالة والحد من الجرائم. وأشار المحافظ إلى أهمية دور السلطة القضائية والنيابات في تحقيق العدالة وحماية الأبرياء، داعيا إلى تسريع وتيرة القضايا والفصل فيها دون تأخير لما فيه حماية الحقوق والممتلكات وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا تقديم أوجه الدعم كافة للأجهزة القضائية لتذليل أي صعوبات تواجه أجهزة القضاء والنيابة العامة على وجه الخصوص. اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا على الأعمال الإنشائية الجارية في المبنى التجاري الجديد التابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلا. المحافظ استمع من المدير العام للمؤسسة العميد سامي السعيدي إلى مكونات المشروع الواقع على مساحة 558 مترا مربعا، ويتكون من 4 أدوار موزعة على محال تجارية ومكاتب وصالات عرض وأقسام تجارية وأخرى للمواد الغذائية. وزار المحافظ المبنى العام للمؤسسة الذي أنشئ عقب تدميره من عناصر القاعدة، متجولا بالمنشآت الحديثة مطلعا على سير العمل بإدارة المؤسسة وأقسامها المختلفة. وطلع المحافظ على التحضيرات لاحتضان المبنى معرض الشهر الكريم لهذا العام في 15 من شهر شعبان القادم، حاثا على رفع وتيرة العمل بعد التقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة لإقامة المعرض الرمضاني لهذا العام، واعتماد منافذ بيع تجارية حديثة تابعة للمؤسسة ابتداء من محافظة حضرموت. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري اليوم بقيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون المرحلة الأولى للعام التدريبي والعملياتي والقتالي والإعداد المعنوي 2024 للميلاد. وكيل المحافظة أعرب أن أمله بأن يكون العام الجديد عام استقرار وأمن وأمان دائم، مهيب باستشعار الجميع بمسؤولياتهم الأمنية خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. وشهد الحفل الذي حضره القائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس والمدير العام للأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد الركن عبد الله بن حبيش الصيعري استعراضا عسكريا مهيبا لوحدات رمزية من قوات المنطقة العسكرية الأولى، عكس مستوى الانضباط والجاهزية القتالية العالية للوحدات. وهنيئكم بهذا العام الجديد
العام 24 متمنيا أن يكون عام أمنا وأمانا واستقرارا وإنجازا وتقدم، وأن تكون المنطقة الأولى كما هي سد منيع في وادي حضرموت حافظ على الأمن والاستقرار. وخلال عام مضى وعام قادم إن شاء الله مزيد من النجاح والتقدم وأيضا الانضباطية وأداء المهام. نحن ممنونين لهذه القوات لما شهدناه طبعا من أمن واستقرار، رغم التحديات التي كانت تحيط بنا، رغم المنغصات، رغم المراهنات، لكننا جميعا تجاوزنا هذا الصعاب كلها. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بالإنجازات والنتائج المشرفة التي حققها نادي سيئون الرياضي الثقافي في بطولات كرة القدم والطائرة والسلة. ونوه العامري خلال لقائه اليوم برئيس النادي عيسى الصيعري والرئيس الفخري سعيد برك العامري وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بجهودهم ومثابرتهم لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه نشاط النادي الذي يعد من الأندية العريقة في وادي حضرموت والوصول بالنادي إلى الدرجة التي يستحقها. وأكد وكيل المحافظة استعداد السلطة المحلية إلى مساندة الأندية الرياضية كافة نظرا لكونها الحضن الدافئ لاستيعاب أنشطة الشباب من جميع الأعمار والمستويات الرياضية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. إلى شبوة، حيث ناقش اللقاء التشاوري السنوي لقيادات القطاع السمكي بمحافظة شبوة برئاسة وكيل وزارة الثروة السمكية حميد الكربي جملة من التحديات التي يواجهها القطاع والسبل الكفيلة للتغلب عليها. اللقاء تطرق إلى أوضاع الجمعيات السمكية واحتياجاتها من وسائل الإنتاج السمكي وقضايا منتسبيها وهمومهم، كما استعرضت قيادات القطاع السمكي بالمحافظة طبيعة المشكلات التي يواجهها القطاع على أرض الواقع. وأكد اللقاء ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة بشأن منع الاصطياد العشوائي لأنواع معينة من الأسماك لأضرارها المباشرة بالثروة السمكية، وتكليف مديرية المصايد السمكية ومدير الرضوم وقيادات القطاع بالعمل على وضع لائحة اصطياد داخلية ومناسبة لمناطق الاصطياد في المياه البحرية وفقا وقانون الاصطياد ولائحته التنفيذية. هذا وشدد اللقاء على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح مواسم الاصطياد فيها وإغلاقها. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئية مع فرص هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى شديدة البرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس.
وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. لبلس يدشن برنامجه للعام الجديد بنزول ميداني إلى مديريتي خور مكثر وصيرة. محافظ حضرموت يتفقد الأعمال الإنشائية بالمبنى التجاري بالمؤسسة الاقتصادية بالمكلا والتحضيرات للمعرض الرمضاني. ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا موصول أيضا للفريق الذي يعمل خلف الشاشات. دمتم جميعا بود، وإلى اللقاء.